بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يقول سبحانه وتعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الدين هو دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين عام لجميع البشرية وعام لجميع الزمان إلى أن تقوم الساعة منذ بعثته صلى الله عليه وسلم. والأديان التي قبل الإسلام جاءت بها الرسل أيضا هي أديان صحيحة، وهي دين الله سبحانه وتعالى، ولكن دين الإسلام جاء ناسخا لها ووجب على كل أهل الأرض أن يعتنقوه وأن يدخلوا فيه، لأنه هو الدين الباقي. أما الأديان السابقة فقد نسخت بهذا الدين، فمن بقي على الأديان السابقة لم يكن مؤمنا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على دين، لأنه على دين قد نسخ، والدين المنسوخ لا يجوز البقاء عليه ولا يكون طاعة لله سبحانه وتعالى بعد نسخه، إنما يكون طاعة لله قبل نسخه. أما إذا نسخ فقد انتهى، ويجب المصير إلى الدين الناسخ وهو الإسلام، سواء في ذلك اليهود والنصارى أو غيرهم من بقية الكفرة وسائر أهل الأرض. لا يسع أحدا إلا الدخول في هذا الدين، دين الإسلام الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: دين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج بيت الله الحرام، بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الأمور الخمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه أركان الإسلام التي يقوم عليها، كما قال سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. وهناك واجبات وهناك طاعات كلها مكملات لهذه الخمسة. هذه الخمسة هي الأركان التي يقوم عليها بناء الإسلام، وأعمدته التي يبنى عليها، وبقية الطاعات من واجبات ومستحبات إنما هي مكملات ومتممات لهذا الدين.
فهذا الدين كله خير وكله نعمة وكله، لأن الله سماه نعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، سماه نعمة. وشهد الله بأنه دين كامل، يعني ليس فيه نقص، بمعنى أنه وافٍ بكل ما يحتاجه العباد في دنياهم وفي آخرتهم، مما فيه صلاحهم خيرهم ونجاتهم سعادتهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الدين كفيل من تمسك به وسار عليه، كفيل بأن يسعد في الدنيا والآخرة. أما من أعرض عنه ولم يدخل فيه، أو دخل فيه ولكنه ضيع بعضه وتمسك ببعضه، فالذي لم يدخل فيه أصلا يكون كافرا من أهل النار خالدا مخلدا فيها، والذي دخل فيه ولكنه انتقص منه شيئا فهذا يكون دينه ناقصا بحسب ما انتقص منه. قد لا يكون دينا إذا كان النقص يتنافى مع أصل الدين، الذي لا يصلي مثلا، الذي لا يصلي هذا ليس عنده دين لأنه ضيع عمود الإسلام. وكذلك الذي يشرك بالله عز وجل هذا ليس عنده دين، لأن الشرك يناقض الإسلام وينافيه. وكذلك الذي يرتكب أي ناقض من نواقض الإسلام، أسباب الردة، فإنه يخرج من هذا الدين ويكون كافرا مرتدا، ولو كان يصلي ويصوم ويحج، ما دام أنه لم يتب من هذا الناقض الذي ارتكبه فإن هذا الناقض يفسد عليه دينه ويبقى يعمل على غير دين وعلى غير هدى. أما الذي يكون قد صدر منه خطأ أو نقص في دينه لكنه لا يصل إلى حد الردة كالعصاة مثلا، فهذا لا يخرج من الدين لكن يكون دينه ناقصا ويكون معرضا للعقوبة، معرضا لدخول النار. الخطر شديد في هذا، لكن إذا كان إذا كانت المخالفة تخرج من الدين فإن خطرها أشد، لأن الإنسان قد يتعب ويظن أنه على دين وهو ليس على دين بسبب أنه مقيم على ناقض من نواقض الإسلام لم يتب منه. ومن هذه النواقض الاستهزاء بالدين. الإنسان ولو كان يصلي ويصوم ويعمل الطاعات، لو استهزأ بالدين ولو بكلمة واحدة أو مرة واحدة فإنه يخرج من هذا الدين ويكون مرتدا، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والدخول في الدين من جديد. وإلا إن استمر ولم يتب فإنه يكون على غير شيء وعلى غير دين. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طائفة من المنافقين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة استهزأوا بهذا الدين، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام بسبب ما قالوا. فنزل
جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنما تكلمنا من باب المزح، إنما تكلمنا من باب المزح، لم نرد الاستهزاء بالدين، وإنما أردنا المزح واللعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون ويقولون يا رسول الله إنما تكلمنا بهذا الكلام من أجل المزح، من أجل اللعب والترفيه عن أنفسنا، ما قصدنا الاستهزاء بهذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا الاعتذار، وإنما أجابهم بما أمره الله تعالى به، وهو قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يلتفت إلى الذي جاء يعتذر إليه، لم يلتفت إليه ولم يزد على أنه يتلو عليه هذه الآية، لأن الله أمره بذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الخطر شديد، لأن بعض الناس خصوصا الجهال قد يأخذهم المزح واللعب فيما بينهم فيتناولون هذا الدين بشيء من السخرية أو التنقص، أو يقولون هذا دين فيه شدة، أو هذا دين قاسي، أو ما أشبه ذلك. فإذا قال، فمن قال هذا الكلام أو أمثاله فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، ولو كان يصلي الليل والنهار ويصوم كل الدهر، إذا صدر منه كلام من هذا السخرية بالدين والتنقص للدين فإنه يكون كافرا مرتدا. إن لم يتوب إلى الله توبة صحيحة فإنه يعيش على غير الإسلام. ومن ذلك أن يستهزئ بشيء من أسماء الله أو من صفات الله عز وجل، أو أن يستهزئ بالصلاة، أو يستهزئ بالزكاة أو بالصيام أو بالحج، أو يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يستهزئ بشيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السواك، مثل إعفاء اللحى وإخفاء الشوارب، مثل سائر الطاعات ولو كانت مستحبة، لو كانت هذه الطاعات من المستحبات وليست من الواجبات إذا استهزأ بها فإنه يكون كافرا، لأنه استهزأ بدين الله عز وجل. والله ذكر عن المنافقين أنهم كانوا يستهزئون، كما قال سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا ذهب المنافقون الذين يدعون الإسلام إذا ذهبوا إلى الكفار وإلى اليهود وغيرهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون، يقولون إنما دخلنا في الإسلام من أجل الاستهزاء لا من أجل الحقيقة، وإلا فنحن معكم أيها الكفار، نحن معكم على دينكم، ولكننا خدعنا محمدا وأصحابه فأظهرنا الإسلام ونحن غير صادقين في ذلك لنخدعهم، إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذه عقوبة لهم
الله يستهزئ بهم، يعني يجازيهم على استهزائهم، لأن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويحتقرهم ويهينهم ويعذبهم، وفي يوم القيامة إذا طمعوا في النجاة يعطون شيئا من الطمع في النجاة مع المسلمين ثم يسلب ذلك منهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يوم القيامة يكون المؤمنون في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يكونون في نور، ويكون الكفار في ظلمة والعياذ بالله، لأنهم ليس معهم إيمان، يكونون في ظلمة شديدة لا يدرون ما تحت أقدامهم. المنافقون يعطون نورا قليلا في أول الأمر، نورا قليلا في أول الأمر يعطون إياه من باب السفلية به، يفرحون به ثم يسلب منهم ويصبحون في ظلمة يتخبطون. عند ذلك يستغيثون بالمؤمنين، يقولون انظرونا، يعني انتظروا انتظروا حتى نلحق بكم نقتبس من نوركم حتى نستغيث بنوركم. يطلبون من المسلمين أنهم يقفون لهم حتى يلحقوا بهم فيستضيئوا بنورهم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هكذا يحكم الله بين خلقه يوم القيامة، يعزل أهل الإيمان عن أهل النفاق، فيكون أهل الإيمان في الجنة وفي النور، ويكون أهل النفاق والكفار في ظلمة وفي جهنم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم المنافقون، ينادون المسلمين، ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، ألم نكن نصلي ونصوم ونحج معكم؟ فيجيبهم المؤمنون بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرفتم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان الغرور هو الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني ما يقبل من الإنسان أنه يشتري نفسه بالمال ولو كان المال كثيرا. لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به، لكن لا تقبل الفدية. لو أن لهم ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به يوم القيامة ما تقبل منهم، ملء الأرض ذهب ما يقبل، لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني أنتم الكفار سواء، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الأمر خطير جدا، الواجب على المسلم أن يحترم الإسلام وأن يعظم الإسلام وأوامر الدين، وأن لا يستهزئ بشيء من الإسلام ولو كان من السنن والمستحبات، بل يعظم الدين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الواجب تعظيم الدين، تعظيم الأوامر الشرعية والنواهي احترامها، وكذلك تعظيم المؤمنين. لا يجوز للمسلم أن يسخر من إخوانه المسلمين، بل الكفار إذا سخروا من المسلمين فإنهم يوم القيامة يعكس عليهم الأمر. قال سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم البعض، سخرية بالمسلمين.
تنقيص للمسلمين، احتقار. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني إذا ذهب الكفار إلى بيوتهم انقلبوا فاكهين، يحدثون في البيوت يقولون نحن سخرنا من المسلمين، نحن استهزأنا بهم، نحن آذيناهم، يعتبرون هذا من المفاخر أنهم آذوا المسلمين، انقلبوا فاكهين. وإذا رأوهم، إذا رأى الكفار والمجرمون إذا رأوا المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون، يقولون إن المسلمين مخطئون في تدينهم، الواجب أنهم يصيرون مع الناس وأن لا يتشددوا، أنهم يعتبرون الدين تشدد، الواجب أنهم يكونون مع الناس يتسامحون ويعيشون مع الناس، ولو كان هذا على الكفر وعلى المحرمات فهم ضالون، يعني مخطئون في تدينهم وفي تمسكهم بالدين. قال الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين، الله لم يجعل الكفار مراقبين على المسلمين يعدلون عليهم وينتقدوهم، الله لم يجعلهم حافظين عليهم أوصياء عليهم. ثم بين سبحانه وتعالى العاقبة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يوم القيامة يكون الكفار في العذاب وفي الهوان والمسلمون في الكرامة والرفعة والجنة، ويطلون من الجنة، يطلون من الجنة وينظرون إلى الكفار وهم في النار يعذبون، فيضحكون منهم جزاء، ينتقمون منهم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، كما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا، فإن المسلمين يوم القيامة يضحكون من الكفار وهم في النار، على الأرائك ينظرون، يطلون عليهم من الغرف العلية في الجنة، على المجالس المرتفعة يطلون على الكفار، على أعدائهم الذين آذوهم في الدنيا وضايقوهم، يطلون عليهم من الغرف العلية ومن المجالس البهية وهم في النار يعذبون ويهانون، يضحكون منهم. يوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، قد جوزي الكفار بأفعالهم. أدل هذا على أنه لا يجوز الاستهزاء لا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بالدين، ولا بشيء من القرآن، ولا بشيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاستهزاء بالمسلمين أو بأفراد المسلمين، بل يجب احترام الدين واحترام أهل الدين وتوقيرهم وإجلالهم، لأنهم عباد الله، لأنهم عباد الله المؤمنون، لأنهم أعز عند الله سبحانه وتعالى، قد أعزهم الله بالإسلام، فلا يجوز احتقارهم وتنقصهم، ولا يجوز الاستهزاء بهم والسخرية منهم، فإن ذلك يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. المستهزئ هو الذي يكون دليلا في الدنيا والآخرة، أما المستهزئ به فإن هذا لا يضر ما دام أنه على حق، ما دام أنه على دين، فإنه لا يضره من استهزأ به ومن سخر منه، فإن ذلك إنما يرجع وباله على فاعله وعلى قائله. الحاصل أن الاستهزاء بدين الله عز وجل، تنقص الدين أو تنقص شيء من أوامر الدين أو من الطاعات، تنقص شيء من ذلك يعتبر ردة عن دين الإسلام، وكذلك تنقص رجال الدين، تنقص المسلمين والمؤمنين، تنقص العلماء، تنقص أهل الخير، الاستهزاء بهم كله يدخل في هذا الباب الخطير،
فيجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يحترم دينه وأن يحترم علماء المسلمين وأن يحترم رجال الدين ويحترم كل مسلم يعيش على وجه الأرض، يحترمهم ويحبهم في الله عز وجل ويجلهم، وكذلك من باب أولى أن يحترم الدين نفس الدين وأوامر الدين والسنن والواجبات، يحترم ذلك ويعظمه ويجله ولا يسخر بشيء منه أو يتنقص شيئا من دين الله عز وجل، فإن فعل شيئا من ذلك فإنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإنقاذ نفسه من الخطر قبل أن تفوته الفرصة ويغلق باب التوبة في وجهه ثم يكون من الخاسرين. فالأمر في هذا شديد، نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من الوقوع في مثل هذه الأمور الخطيرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يملكون ألسنتهم ويحبسونها عن الكلام بما لا يجوز، فإن الكلام خطير جدا، الإنسان قد يتهاون بالكلام مع أن الكلام له آثار إما آثار حسنة إن كان الكلام حسنا، وإما آثار سيئة إن كان الكلام سيئا. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام يحصى على الإنسان، فإن كان خيرا زاده الله به رفعة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإن كان الكلام سيئا فإنه يرجع وباله ويرجع شره على قائله، كما جاء في الحديث: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وربما يتكلم الإنسان بكلمة واحدة تكون سببا في هلاكه وشقائه دائما وأبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة من سخط الله إذا تكلم بها الإنسان حتى ولو لم يلقي لها بالا ويظن أنها سهلة، فإنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فكيف بالكلمات الكثيرة؟ الأمر أشد. قال الله سبحانه وتعالى: وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالواجب علينا أن نحفظ ألسنتنا وأن لا نتكلم إلا بخير. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت خير من الكلام الباطل، إن الإنسان إذا صمت سلم، لكنه إذا تكلم بالباطل فإنه يهلك، فإذا أمسك لسانه سلم. فالإنسان إما أن يتكلم بخير فيسعد، وإما أن يتكلم بشر فيهلك، وإما أن يسكت فلا له ولا عليه، لا له ولا عليه هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والاستقامة والسداد، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بهذا الدين، وأن يرزقنا وإياكم نزاهة الألسن عن الكلام البذيء والكلام الفاحش والكلام الذي يرجع وباله على قائله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزى الله فضيلة الشيخ على هذا البيان الطيب في هذا الموضوع الهام، ونستأذن فضيلته في طرح بعض الأسئلة التي كثيرا ما تدور في أذهان المستمعين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أحضرت إلى الدار
فوجدت عددا كبيرا من الأحداث يصومون الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر، ففعلت مثلهم وإن كنت أشعر أن فعلي هذا فيه شيء من التقليد وكسب الرضا، كسب رضا العاملين بالدار، مع أني أنوي تحسين قصدي هذا، فهل هذا من الاستهزاء بالدين والنفاق؟ هذا الذي ذكره السائل من أن الإخوان في الدار يصومون الاثنين والخميس ويصومون ثلاثة أيام من كل شهر أو أيام البيض، هذه علامة خير، هذه بشرى، علامة خير، لأنهم إذا حرصوا على السنن فإن هذا دليل على اهتمامهم بالفرائض من باب أولى. الذي يحرص على السنن فإنه يحرص على الفرائض من باب أولى، وفي هذا تدريب على الطاعة وتربية على الطاعة، وهذا شيء يسر، وجزى الله القائمين على هذه الدار خير الجزاء، حيث إنهم شجعوكم على صيام هذه الأيام من الأسبوع ومن الشهر، لأن في هذا تربية على الخير وتنشئة على البر والطاعة، وهذا هو الواجب، أن ينشأ شباب المسلمين على الطاعة وعلى البر وعلى التقوى. أما ما ذكره السائل وفقه الله من أنه صار يصوم عملا بالأوامر وتقليدا للإخوان الذين في هذه الدار، هذا عمل جيد، هذا تقليد في الخير، تقليد في الخير هذا طيب، الممنوع التقليد في الشر، الممنوع هو التقليد في الشر، أما التقليد في الخير هذا جيد، هذا خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وعلى السائل وعلى غيره وعلينا جميعا أن نحسن النيات والمقاصد من أجل أن يعظم الأجر. قد يكون الإنسان في أول الأمر يصوم مجاملة، لكن يدخل الخير في قلبه ثم يفعل هذا من باب المحبة والطاعة، تدرب على هذا الشيء، هذا شيء طيب وجيد، ونحن نشجع عليه وندعو إليه، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجوركم ويثيبكم على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ يقول: يستخدم البعض شيئا من الآيات الكريمات على سبيل المحادثة الهازلة غير الجادة، فمثلا عندما تسأله كم الساعة أي الوقت يقول لك: الساعة أدهى وأمر، فما حكم ذلك وأمثاله؟ هذا لا يجوز أنك تستعمل ألفاظ القرآن المزح، تحول الساعة اللي هي ساعة يوم القيامة تحول إلى الساعة اللي بأيدي الناس، ساعة التوقيت، هذا يعتبر من التحريف لكلام الله عز وجل. الله ما أراد الساعة التي معك، إنما أراد الساعة العظيمة التي هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة، فهذا من تحريف لكلام الله عز وجل، ومن اللعب الذي لا يجوز. الواجب على من يفعل هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا أحب الخير وأحب أهله وأحاول الاقتداء بهم وأظهر ذلك عند الناس، ولكن نفسي تنازعني بقوة عندما أكون في خلوة لارتكاب المحرمات، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بالاستمرار على أن محبة الخير ومحبة أهل الخير، وإن كان في نفسك بعض الأحيان شيء من المنازعة للشر، هذه طبيعة البشر، وما دام الإنسان لم يفعل وإنما شيء في نفسه فقط فإنه لا يأثم بذلك، حديث النفس ووساوس النفس لا يؤاخذ عليها، إنما يؤاخذ الإنسان إذا نفذ، إذا فعل أو تكلم يؤاخذ. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ
والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مجرد أن الإنسان يأتي عنده نزعات في نفسه تريد الشهوات المحرمة، أو إذا خلا قد يكون في نفسه شيء من محبة المعصية، ما دام أنه لم ينفذ ولم يفعل فإنه لا يأثم بذلك، ولكن عليه مع هذا أن ينصح نفسه وأن يتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، يتذكر الوعيد والعذاب، يتذكر ما أعده الله للعصاة من العقوبة، وهذا يعينه على ترك هذه النوايا وهذه النزعات. يستعيذ بالله من الشيطان، يكفر الإنسان من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه النزعات وهذه الخواطر السيئة إنما تأتي من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. فإذا استعاذ الإنسان بالله فإن الله يعيذه ويحميه من ذلك. نعم. تقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم بمن يقول أنا حر في تصرفاتي كلها، وإن كان في هذه التصرفات ما حرمه الله؟ الإنسان ليس حرا في كل تصرفاته، إنما هو حر فيما أعطاه الله الحرية فيه من الأمور المباحة، أما الأمور المحرمة ليس حرا فيها، بل هو ممنوع منها لأنها تضره. الله جل وعلا يريد بعباده الخير ولا يريد بهم الشر، فالواجب على المسلم أن يستعمل إرادته وحريته فيما أباح الله له من المآكل والمشارب والملابس، هذا الإنسان فيه حر. المباحات الإنسان فيها حر، إن شاء فعلها وإن شاء ترك، لأن الله أعطاه ذلك، أعطاه الحرية في المباحات. أما المحرمات والمعاصي والسيئات والشر فإن الإنسان ليس حرا فيه، بل هو ممنوع من ذلك ومتوعد بالعذاب إذا فعل شيئا من ذلك، من أجل أنها تضره، فمنعه منها وتحريمها عليه رحمة به لأنها تضره. مثل ما تحجز الإنسان عن الوقوع في النار أو الوقوع في المهلكة تمنعه وتمسكه لئلا يهلك نفسه، كذلك الإنسان منع من المحرمات لأنها تهلكه وتضره، فلو ترك حرا فيها لأهلك نفسه، فهو ليس حرا في هذه الأمور. أيضا الإنسان عبد لله عز وجل يطيع الله ورسوله، ليس حرا بمعنى أنه لا يؤمر ولا ينهى، لا، بل هو عبد لله عز وجل يمتثل ما أمر الله تعالى به ويجتنب ما نهى الله عنه. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، يترك يعني مثل الحيوان، لا، الإنسان له مكانة عند الله وله قيمة، ولذلك الله جل وعلا جعل لهذا الإنسان منزلة فوق غيره من المخلوقات لما ميزه الله به من العقل ومن الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فالواجب أن يقابل الإنسان هذه النعمة بالشكر، وأن يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن تكمل له السعادة الدنيا والآخرة. أما إذا ترك لنفسه الحرية البهيمية فإنه يكون مثل الحيوانات، بل هو أضل. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإنسان يتحول
يصير أحط من الكلب ومن الخنزير وأحط من أخس البهائم، إذا هو تحلل من أوامر الله ونواهيه يصير أحط من الخنازير والكلاب، لكنه إذا أطاع الله ورسوله صار أكرم شيء عند الله عز وجل. نعم، هذا يقول لي صديق أجنبي كافر أجالسه لأتعلم منه لغته، غير أنه يصر أن أحترم دينه وعاداته وتقاليده إذا جالسته، وإن كانت تلك العادات والتقاليد مما حرم الله، هل أجالسه للفائدة أم أقاطعه؟ لا يجوز أن تتخذ صديقا من الكفار بحجة أنك تتعلم منه، لأنه قد يؤثر عليك وقد يدعوك إلى دينه ويرغبك في دينه، أو على الأقل ترضى بما هو عليه من الكفر ومن المعاصي ولا تنكر ذلك. ومسألة التعلم لها مجالات أخرى، الحمد لله الآن مدارس مفتوحة وفيها لغات أجنبية، فيها مدرسون بطرق منضبطة، طرق مأمونة، فبإمكانك أن تتعلم اللغة في المدارس وعلى أيدي المدرسين الذين جلبوا لهذا الشيء وضبطوا، صار عليهم مراقبة ومتابعة. أما واحد عادي من الكفار ليس عليه مسؤولية ولا رقابة، تخلو معه وهو يجاهر بالكفر ويجاهر بالإلحاد ويقول لك احترم ما أنا عليه، هذا لا يجوز، هذا خطر عظيم. حتى لو لم تعلم اللغة، اللغة ما هي ضرورية، تعلم اللغة الأجنبية ما هو ضروري. إذا كان ما تعلم اللغة الأجنبية إلا على حساب دينك، تنازل عن دينك، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الذنوب التي لو استمر عليها الإنسان طبع على قلبه؟ والواجب تكميل الجواب الذي قبل هذا، الواجب العكس، الواجب أن الكافر يحترم ديننا ما دام في بلادنا، الواجب. والنظام أيضا النظام كذلك، أنه ما دخل البلاد إلا بشرط أنه يحترم دين الإسلام. الواجب العكس، هو الذي يحترم ديننا ولا يتظاهر بشيء من الكفر ومن الإلحاد في بلاد المسلمين. سؤال هذا، ما هي الذنوب التي لو استمر عليها الإنسان طبع على قلبه؟ كل الذنوب الحقيقة تجر إلى شر، الاستمرار على المعاصي يجر إلى الطبع على القلب، لكن الكبائر، كبائر الذنوب أشد. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. فالذنوب في الحقيقة كلها تجر إلى الشر، ولو كانت صغائر، تهاون بالصغائر أيضا يصيرها كبائر تجر إلى الشر، والكبائر أشد. الذنوب كلها تجر إلى فساد القلوب وإلى زيغ القلوب إذا تساهل الإنسان فيها، لأنها خطر. مثلا الإنسان لو اشتعل طرف من ثوبه بشرارة واحدة وقال هذه بسيطة تركها، أليست تتعظم في ثوبه وتلحق إلى جسمه وبالتالي تحرقه كله؟ أما لو بادر بإطفائها سلم منها. الإنسان إذا تساهل بالشر ولو كان قليلا فإنه يعظم ويعظم ويعظم حتى يهلكه. كذلك المعاصي، يتساهل الإنسان فيها فإنها تتعاظم وتكبر وتنمو حتى تفقل عليه دينه وحتى تفسد عليه دنياه وآخرته. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لي أصدقاء وأقارب كثيرا ما يهزؤون بالمتدينين وأشاركهم سابقا عن جهل مني، والآن قد علمت حكم ذلك، فكيف أفعل معهم مستقبلا وأنا لا أستطيع إقناعهم بالأدلة بعدم تمكني منها، بالرغم من أن بعضهم لا بد لي من مخالطته فهم من أهلي؟ على كل حال، الواجب عليك أن تبين لهم وأن تنصحهم، تعظهم بالتي هي أحسن،
لا تقابلهم بالشدة والقسوة، ولكن عليك بمناصحتهم، قراءة القرآن عليهم والوعظ والتذكير لعل الله أن يهديهم. وإن أمكن أنك تأخذ كتاب توحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الباب الذي فيه باب قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله، باب من استهزأ بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، باب من الشرك أو نحو من هذا، من استهزأ بالرسول أو بالقرآن أو بالمصحف، فيه باب مستقل في هذا الموضوع، تقرأه وتقرأ شرحه عليهم لعل الله أن يهديهم عليهم. فإن رأيت أنهم مصرون على هذا ولا يتركونه فلا تجلس معهم. نعم، المجالس اللي فيها السب والاستهزاء لا تجلس فيها، ابتعد عنها، وهم لا يلزمونك أنك تجلس معهم، اعتزلهم إلى مجلس آخر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الباب الذي أشرت إليه قريبا قول الشيخ رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب في كتاب التوحيد، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن. هذا الباب تراجعه وتقرأه عليهم وتقرأ شرحه عليهم لعل الله أن يؤثر في قلوبهم الخير. يقول فضيلة الشيخ، أريد أن أتوب وأظهر الالتزام بشكل كامل، ولكني أخاف من الانتكاسة ثم يكون عقابي أشد، بماذا توجهني جزاك الله خيرا؟ لا أبدا، استمر على هذه النية، نية التوبة، وتوب إلى الله، ولا تنظر إلى هذا الكلام الذي يقوله لك الشيطان إنك يمكن إذا تبت ثم رجعت إن يكون عقابك أشد، هذا من الشيطان، لا تلتفت إليه أبدا، توب إلى الله واسأل الله الإعانة والتوفيق ولا ترجع إن شاء الله، يعينك الله على هذا. نعم. يقول أنا شاب أحب الغناء وأحب قراءة القرآن أحيانا أحب أن أغني وأحيانا أحب أن أقرأ القرآن، فكيف أطرد الغناء وأحتفظ بالقرآن؟ أبدا، اترك الغناء واستماع الأغاني وأقبل على استماع القرآن، أقبل على تلاوة القرآن بنفسك واستماع القرآن أيضا من غيرك من الأشرطة الجيدة، وإذا أكثرت من ذلك فإنك تنسى إن شاء الله، تنسى الأغاني ويتعلق قلبك بالقرآن، لأن القرآن نور من الله سبحانه وتعالى، طهارة من الله، يطهر قلبك وينور قلبك. فإذا أحببت القرآن فإنك تبغض الغنى بلا شك، لا يجتمع حب القرآن وحب الغنى أبدا. يقول العلامة ابن القيم في النونية، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا أحببت الأغاني فلا يمكن أن تحب القرآن، وإذا أحببت القرآن لا يمكن أن تحب الأغاني، لأنهما ضدان لا يجتمعان. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يعتبر من يصلي بدون وضوء مع علمه أن ترك الوضوء يبطل الصلاة كافرا أم لا؟ وما هي توجيهاتكم لمن يفعل ذلك أو يلعب في صلاة؟ لا يجوز هذا، إذا تعمد الصلاة بغير وضوء كان تاركا للصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا كفر، كما في الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الذي يتعمد الصلاة بغير وضوء هذا متعمد لترك الصلاة، ومن تعمد ترك الصلاة كان كافرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لي صديق كان عاصيا لله ثم تاب
وهو يعرف كثيرا من المفسدين مثل المروجين للمخدرات أو بعض من يدير بيوتا للدعارة وتمارس فيها الفواحش، ولا يرضى أن يبلغ عنهم الجهات المسؤولة لأنه يزعم أن الإبلاغ عنهم خيانة لهم وعدم حفظ للعهد والصداقة، مع أنهم مستمرين على معاصيهم هذه ولا يريدون التوبة. فما رأيك؟ الواجب أن يبلغ عنهم، لأن هذا من إنكار المنكر، هذا من إنكار المنكر، وتركهم وعدم التبليغ عنهم هذا من الرضا بالمنكر، لا يجوز تركهم أبدا. الواجب أن يبلغ عنهم، وليس هذا خيانة الأمانة كما يقول، بل خيانة الأمانة تركهم، خيانة الأمانة تركهم وعدم التبليغ عنهم، لأن الإنكار المنكر أمانة بين العبد وبين ربه، فإذا تركه خان الأمانة. أما الذي يترك العصاة على معصيتهم فهذا ليس من الأمانة، إنما هو من الخيانة، لأنه خائن لله وخائن لرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نبلغ عنهم أن هذا من إنكار المنكر والقضاء على الفساد، وله الأجر في ذلك إذا بلغ عنهم ومنعوا من الفساد وطهرت البلاد منهم، كله أجر في ذلك لأنه سعى بالإصلاح. تبليغ عنهم ليس خيانة للأمانة، وإنما هو إصلاح وإنكار للمنكر ودعوة إلى الله عز وجل. نعم. هذا يقول: ما حكم من يستهزئ بأشكال الناس وماذا يفعل ليتوب من ذلك؟ يستهزئ بأشكال الناس وخلقاتهم وأجسامهم وكلامهم يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، أنه لا يجوز تنقص المسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سمى الله هذا فسوقا، والفسوق هو الخروج عن الطاعة. الذي يسخر من الناس هذا يعتبر فاسقا، ويعتبر فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، أن السخرية بالناس كبيرة معصية. نعم. هذا يقول: ما حكم من أراد أن يتوب ولكن لم يستطع أن يكمل شروط التوبة، وهي أنه لا يستطيع أن يرد المظالم من سرقة مال أو نحوه؟ لا بد من التوبة ولا بد من رد المظالم إذا أمكن، فإذا لم يمكن ردها فإنه يتصدق بها، إذا كان ما يعرف أهلها ولا يمكن يوديها لهم، أو يخاف أنه إن وداها لهم يخاف من مفسدة أعظم، يتصدق بهذه الأموال التي أخذها من الناس، يتصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها، وهو يتخلص منها، وإن كان يستطيع إيصالها إلى أهلها ولو بطريق الواسطة فإنه يجب عليها أن يوصلها إلى أهلها. من كان قد بذرها ولا يملك مثلها. إذا استطاع فيما بعد أنه يخرج بدلها يخرج بدلها. إذا استطاع. هذا يقول: يهزأ بعض الناس بأمور وردت في السنة ظنا منهم أنها أمور بسيطة، كقول الإمام استقيموا أو خلافه، فهل يكون ظنهم ذلك مانعا لهم من العقوبة؟ ظنهم أنها أمور بسيطة. لا ما يجوز استهزاء بأمور الدين ولو كانت من السنن والمستحبات، أدام ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاستهزاء بها. الاستهزاء بها ردة عن دين الإسلام. الاستهزاء بالسنن المستحبات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، على ردة عن الإسلام، لا يجوز التساهل في هذا. كل أمور الدين لا يجوز الاستهزاء بها، سواء كانت من الواجبات أو من المستحبات، لا يجوز الاستهزاء بها والسخرية بها أو تقليل من شأنها أو ما أشبه ذلك. أن بعض الناس يقول: هذه قشور، هذه مظاهر، هذه كذا، هذا لا يجوز أبدا. ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تعظيمه واحترامه توقيره. نعم. هذا يقول: كنت في ضلال وضياع والحمد لله أتيت إلى هذا المكان وتبت ورجعت إلى الله،
ولكن البيئة التي في البيت تتعبني لأن والدي وأخي يدخنون ولا يصلون بعض الأحيان، وأقربائي يستهزئون بي، فما الحل؟ تستعين بالله وتصبر. الحل الصبر، أنك تثبت على دينك، تستعين بالله وتناصح أهلك وإخوانك وجيرانك، تناصحهم وتذكرهم بالله عز وجل. تصبر صبر، ما فيه إلا الصبر على الدين، ولو نالك ما نالك من الأذى أو من الأذية من الناس تصبر، فإنك على أجر. إذا استهزأوا بك وأنت على دين، هذا أعظم لأجر. عليك بالصبر والاحتساب، والعاقبة للمتقين أبدا، والضرر والإثم يكون عليهم هم. نعم. أنا يقول ارتكبت فاحشة معينة، ثم طلب مني في أثناء المحاكمة أن أحلف، فحلفت كذبا بنية التوبة والستر على نفسي، فهل يجوز لي ذلك؟ توب إلى الله، توب إلى الله توبة صحيحة، الله يعفو عنا وعنك. نعم. يقول ما حكم من يجعل ثوبه طويل ويتركه طويل ولا يبالي بذلك بالرغم من المناصحة؟ هل يعتبر فاعلا لمحرم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن إسبال الثياب كبيرة، لأن الله توعد عليه بالعذاب، والمعصية إذا توعد عليها بعذاب تكون من الكبائر. من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. المسبل الذي يترك ثيابه تنزل عن الكعبين، هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، عليه بالتوبة إلى الله وتقصير ثيابه إلى الكعبين أو فوق الكعبين إلى نصف الساق، هذا محل السنة. أما ما نزل عن الكعبين فهو حرام، وكذلك ما ارتفع عن الركبتين فهو حرام. نعم. يقول: إذا كنت قد استهزأت بالدين جهلا مني مرات عدة فيما مضى، فكيف تكون توبتي؟ الحمد لله، باب التوبة مفتوح. توب إلى الله توبة صحيحة، واستغفر من ربك فيتوب الله عليك. يتوب إلى الله ويستغفر، يستغفر الله. والشهادة، الإنسان المسلم دائما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دائما يشهد، يتشهد في الصلاة، يتشهد بعد الوضوء، يشهد المسلم دائما.